تمام يا شباب. فاحنا عرفنا يا اما انا وانا واقف مكاني ابتدي اعمل كونفيجريشن، يا اما اروح جوه الفولدر نفسه او جوه المسار بتاعي واعمله. يعني نفس الفكره بالظبط، لو انا مثلا جيت من جهازي هنا فتحت السي ام دي سي مثلا، واقف هنا في دايركتوري او المسار بتاعي اسمه احمد سلطان، لو مثلا جيت قلت له داير، هنا بيبتدي يجيب لي كل الفولدرات اللي موجوده هنا في الفولدر اللي اسمه احمد سلطان. طبعا اي حد يعرف يعني بيزك اوامر في بتاعه الدوس ممكن يعرفه يعني. داير اللي هو بقول له اعمل لي ليست الاوامر اللي موجوده هنا. جميل. سي ان انا قلت له سي دي نقطتين كده، بيقوم مطلع لي بره على الليفل اللي قبليه. لو جيت قلت له سي دي تاني نقطتين، شايفين؟ فهنا بالظبط اكن بتنقل جوه السيستم نفسه بس عن طريق شويه كوماندات. طب افرض دلوقتي انا عايز اتنقل فوق شويه، فمثلا هنا بقول له مثلا احمد سلطان، خلينا اقول له يوزرز، بقول له سي دي يوزرز. كويس، دخلني جوه اليوزر. عايز اطلع فوق تاني، دلوقتي بقول له داير، داير انت عايز تخش جوه انهي فولدر؟ في عندي فولدر اسمه احمد سلطان، فولدر اسمه بابليك. فانا دلوقتي بقول له سي دي احمد سلطان، دخلني جوه احمد سلطان. نفس الكلام، عايز اشوف احمد سلطان جوه ايه، فبقول له داير. هنا قال لي في هنا عنده في دوكيومنتس، في داونلودز، في ديسكتوب. خلينا اطلع الديسكتوب، بقول له سي دي. سي دي طبعا اختصار تشينج دايركتوري ديسكتوب. طبعا لازم هنا استخدم الكابيتال والسمول من هنا كويندوز يعني. لو جيت قلت له داير، دلوقتي هتجيب لي ايه اللي موجود عندي على الديسكتوب، وهكذا. اقعد اتنقل هنا جوه السيستم نفسه عن طريق شويه كوماندات. فهي نفس الفكره، عندك النظام نفسه بتاع الجونو اس هو متقسم من جوه زي دايركتوريز كده. فانت يا اما انت طول ما انت واقف هنا بره يبقى انت دلوقتي واقف فوق خالص، عايز تتنقل ما بين الفولدرات وبعضها ابتدي تنقل. جميل جميل. فانا حاليا بما اني في الكونفيجريشن مود، عايز تطلع بره زي ما كان في سيسكو، بقول له اكزيت طلعني على الليفل اللي قبليه. لو جيت هنا قلت له اكزيت ومطلعني على الباش او مطلعني على الشيل سكريبت اللي هي كده، انا طلعت بره على السيستم خالص، فانا لازم ادخل جوه. كويس اوي. خلينا نبتدي نعمل الاوامر اللي احنا شفناها هنا في السلايدز. يعني مثلا اللي هو كان اول حاجه كنا وصلنا عن تقريبا عند الهلب، الهلب توبكس، عرفنا هنا علامه استفهام بتجيب لي الاوامر. مثلا هنا السي بقول له كلير، فبقول انت عايز تعمل كلير ليه بالظبط، فانا قلت له علامه استفهام، فبيبتدي يجيب لي الاوامر. طبعا هنا الاوامر بتكون كتير قوي، طبعا انت عشان تتنقل ما بينهم تحت هنا قال لك 55% بلط انتر بانتر، بينزلني هنا 3 سطور ب3 سطور تقريبا. طبعا لو ضغطت مسطره بتنزلك 6 سطور ب6 سطور زي ما كان في سيسكو بالظبط. زي مثلا انت هنا في الاوامر وانت خلاص قلت مثلا عايز اعمل كلير ارب، فمش عايز بقيه الاوامر دي، بدل ما اضغط انتر ولا اضغط مسطره، فانت عندك حرف الكيو في الكيبورد، كيو اللي هي اختصار كويت او اكزيت يعني، بقول له كيو ام جايب له طول على اخر السطر. كويس. في عندك هنا امر تاني، خلينا نمشي تبع السلايدز. قال لك هنا اللي هو الامر بتاع هيلب. هنا الهيلب بتكتبه فين؟ في المود بتاع الاوبريشنال مود. فقال لي هنا في عندك هيلب توبيك، في هيلب توبيك وفي هيلب ريفرنس. خلينا كده نعملها. استنى بقول له مثلا هيلب توبيك علامه استفهام. طبعا قال لك في عندك توبكس كتير قوي، انت عايز انهي توبكس؟ سي مثلا اقول له عايز التوبيك بتاع كلاس اوف سيرفيس. خلينا كده اقول له كيو كلاس اوف سيرفيس. في حاجه ثانيه بتيجي وراها، قال له ده انت دلوقتي كلاس اوف سيرفيس جواها حاجات ثانيه كتير، فانت عايز انهي حته بالظبط فيها؟ فانا مثلا بقول له عايز الحته اللي هي بتاعت الكلاس. خليني كده اقول له كيو كلاس، بيجي وراها حاجه ثانيه، قال له بيجي وراها حاجات ثانيه، انت عايز كلاس كلاس ولا كلاس حاجه ثانيه؟ جميل. قال لا خلاص انتر انتر. شايفين؟ فهيبتدي دلوقتي كل اللي انا كتبته هنا كتبت له ده، انا كتبت له ده وانتر اللي هي ده اخر حاجه يعني. ده هو بدا دلوقتي دخلني اكنه بالظبط دخلني جوه شابتر كتاب، بيقول لي كونفيجرنج اب تو 16 فوروردنج تشيز. شايفين كلام انجليزي عادي جدا ببتدي اقرا، وكمان مديك لينكات يعني مش ممكن يعني، ده مديك صور اللي هي جاي اف انترنت 3 صوره. قال لك لو انت عايز تشوف الصوره دي كمان خدها كلها كوبي، يعني زي مثلا هنا ايديت اهوت، بقول له كوبي واطلع مثلا بره على المتصفح بتاعي. انا في عندي مشكله تقريبا في النت، خلاص مش مشكله يعني. انا دلوقتي كمان في صور اهوت، في حاجات، في امثله انت ممكن تشوفها، تنزل 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 يعني. لو واحد فاضي ممكن يقرا الحاجات دي كلها، حاجات في منتهى الروعه بصراحه. جميل. طبعا بعمل كويت عشان اطلع خالص. طب بدل بقول له هيلب توبيك، انا هقول له اللي هي الاستاذ بعدها، هقول له هيلب ريفرنس. وخلينا المره دي مثلا نجيبها على انترفيس ادرس. جميل. بقول له هيلب ريفرنس انترفيسز ادرس مثلا.
فهنا المره دي بدل ما يطلع لي شرح نظري كتير فقال لي انا طلعت لك عن طريق السنتكس. السنتكس اللي هي اللغه انت بتكتبها ازاي، بتكتب الحروف بتاعتها ازاي، وبتكتب كلمات ازاي، اللي هو زي سنتكس اي ناس ديفلوبرز يكونوا عارفين يقول لك سنتكس وسيمانتيك والكلام ده. السنتكس اللي هي ترتيب الحروف في اللغه ازاي، بتكتب ايه ورا ايه بعد ايه. فانا قال لك انت لما تيجي تعمل انترفيس ادرس، لما تيجي تعمل كونفيجريشن بتكون بالشكل ده. اول حاجه انت بتكون جوه الدايركتري بتاع ادرس، مركب تفتح الاقواس اللي هي اقواس المجموعه ديت، بيعرفك ان كل الاوامر دي هتتم جواها. طبعا ادي القوس ودي القفله بتاعته تحت 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 تمام. بيقول لك كل ده انا عملت الار بكذا، وعملت برودكاست، وعملت ديستنيشن. طبعا انت ما بتعملش الكلام ده، بتكتبش كود برمجه. ده هو لما بيجي يقراه او لما بيجي لو انت بتقول له شو كونفيجريشن، هو بيكون منظم لك الكونفيجريشن بتاعتك بالشكل ده بشكل رائع بصراحه. يعني بيقول لك مين جوه مين. يعني انت الاول كان عندك الادرس وجواه الارب وجواه برودكاست وجواه جميل. لو نزلت تحت بيبتدي بردك يجيب لي اكتر. انما كان هناك عندك في سيسكو تلاقوا كلهم تحت بعض، فانت مش عارف مين اللي قبل مين، طب مين جوه مين، طب مين معتمد على مين. جميل. فاحنا دلوقتي هيلب توبيك بيجيب لك الشرح النظري، هيلب ريفرنس بيجيب لك شكل مختصر او بيجيب لك الكونفيجريشن بتاع التوبيك كتب ازاي. كويس. نيجي على السبيس بار. السبيس بار او التاب، قال لك انت بتستخدم التاب او السبيس بار عشان تبتدي تعمل كومبليت للكومنت. طبعا احنا ما نقدرش نعيش من غير زرار التاب. سيب مثلا دلوقتي بقول له كونفيجر، فمش هخليك تكتب سي او ان اف اي جي يو ار اي، طبعا ما كانش في حد مش في الشبكات لحد دلوقتي، فبقول له تاب، هو اوتوماتيك بيكملها لي. ده لما كان ممكن بدل ما اقول له تاب بقول له مسطره. طبعا هو انا كتبت حرف السي بس، فقال لي خلي بالك في عندي اكتر من كلمه بتبدا بحرف السي، فانت عايز انهي سي فيهم، كلير ولا كونفيجر؟ فعشان كده بدل ما هو يحتار وانا احتار، فبقوم مزود كمان حرف، حرف الاو. اول ما اقول له مسطره هو على طول فهمني، قال لي سي او، يبقى انت على طول عايز كونفيجر، وانتر يقوم نقل. جميل. طيب خلينا ندخل على السلايد اللي بعدها. السلايد بعدها بيبتدي يديك شويه اختصارات للكتابه. قال لك انت في عندك لو انت عملت مثلا كنترول وبي هتروح على اخر الكلمه، لو عملت كنترول واي تروح لاول الكلمه، كنترول واف بتتنقل للسطر اللي بعديه، كنترول واي بتتنقل للكلمه اللي بعدها. يعني هي بيقول لك هي بتسبورت ارو كيز. ارو كيز ديت زي شورت كاتس كده، هي بتسهل قوي على الناس اللي هم خلاص محترفين بقى. بدل لما يجي يكتب كلمه، بدل ما يبتدي يروح من اول الكلمه يقول لك كلير، كلير مش مكتوب، فبدل ما يقعد يمسح 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 يمسح. طبعا هي كلير بتسبورت في الليفل الادنى، فعشان اشغلها بكتبه كلمه ران، ران كلير بتتكمل. فبس عايز امسح كلمه كلمه، عايز اتنقل اعدل مثلا اشيل حرف الار، فبدل ما اقعد انا هنا اتنقل بالكيبورد كده وكده. فهي الاختصارات ديت يعني بتفيد الى حد ما. كويس. خلينا ننزل على السلايد اللي بعدها. متسابه فاضيه تمام عشان نحط صورتنا هنا باين. قال لك هنا البايب، علامه البايب في منتهى الجمال، يمكن احنا اغلبنا مش حاسس بقيمتها قوي، بس علامه البايب انت بتستخدمها عشان تعمل فلتريشن. زي مثلا انت بتقول له وريني كل الانترفيس اللي عندك، بس انا عايز الانترفيس اللي اسمه كذا. يمكن ديت كان بتبان قوي في 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 سيسكو او محدش كان بيستخدمها. فعلامه البايب بتطلع لي الاوامر اللي انا عايزها فقط. يعني مثلا سي بقول له شو كونفيجريشن شو سيستم، مفيش، او مثلا شو سيستم، فبقول له في هنا علامه بايب، بايب شو سيستم بايب. عايز سيستم ديسبلاي مثلا، علامه ديت معناها لسه في كلمه تانية بتيجي وراها، فانا بقول له ديسبلاي كوميت سكريبتس مثلا. في وراها حاجه؟ لا. فانا دلوقتي بقول له انا طلع لي الشو سيستم، بس ما طلعليش كل حاجه في السيستم، انا عايزك تطلع لي الكوميت سكريبتس، الحاجات اللي انا عملت لها كوميت، كوميت اللي انا حاجات اللي انا سيفتها. فانا بقول لي دي مسج اللي هي زي مسج اوف ذا داي مثلا، اللي هي زي البانر مسج اللي كانت في سيسكو. يعني طبعا ده بيقول لي في هنا باسورد كذا، في هنا سوبر يوزر، في عندك كذا 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 كذا. فهي هنا البايب بتفيدني لما اجي اعمل فلتريشن، بدل ما اطلع كل حاجه وابتدي ادور فيها، لا انا اوريدي من الاول خالص بقول له طلع لي الحاجه ديت على طول. نفس الصفحه متسابه برضه. طب ده كويس، يا ريت كل السلايدز كده. بيبتدي بعد كده يدخلك في الجزء الثاني اللي هو يجيب لك الاوامر بتاع الاوبريشنال مود نفسه. او هنا يمكن ديت اختصار للصوره اللي انا كنت عاملها من شويه، اللي هي الصوره دي. يعني هو بيوضحها لك هنا، بيقول لك سيل انت فوق خالص وعايز تقول له شو اس اف، فانت بتكون فوق، بعد كده بتنزل 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 بتنزل.
جميل. فقال لك انت فوق هنا less specific تحت انت more specific, يعني انت فوق اقل تفصيلا تحت تفاصيل اكثر. تاني اللي اقول لك لو انت فوق عايز تعمل علامه استفهام بتعمل, بينزلنا في الكونفيجريشن مود. قال لك في الكونفيجريشن مود هنا بقى في شويه مصطلحات كده مهمه جدا. تمام, في عندك حاجه اسمها باتش كونفيجريشن موديل. باتش كونفيجريشن موديل يعني حضرتك دلوقتي كل ما تيجي تعمل تغييرات لازم انت اكنك بتعمل عمليه ترقيع او بتعمل عمليه باتشنج, ان انت كل تغيير بتعمله لازم بتسيفه. كتبت اسم جديد سيفه لي, كتبت باسورد جديد سيفه لي. انا طبعا انا اوريدي مش هفهم الكلام ده من نفسه. ففي هنا عندك بيميز لك فرق بين اتنين نوعين من الكونفيجريشن. قال لك في حاجه اسمها اكتف كونفيجريشن او كانديديت كونفيجريشن. قال لك الاكتف كونفيجريشن هي دي الكرنت كونفيجريشن اللي موجوده انت شغال عليها حاليا, او اللي هي البوت اب كونفيجريشن. ديت الكونفيجريشن اللي وانت بتشغل الجهاز اتعمل لها عمليه بوت او لودنج, ديت بتخليك تروح لسيسكو في يعني بتقرب للستارت اب كونفيجريشن. حضرتك وانت بتعمل عمليه بوت للجهاز بتيجي مرحله اللي هو دلوقتي بعد ما اشغل اوبرنج سيستم, بعد ما اشغل الاي او اس من الفلاش عملوا لك كوبي في الرام. فحاليا لو كان واقف بس على كده كان دخلك على الجهاز كانه لسه طالع ابيض يا ورد, كان لسه ابيض خالص ما كانش فيه اي كونفيجريشن. انما كان في خطوه تانية في البوت, قال لك انا بروح على الان في رام ببص جواها, هل انت عندك ستارت اب كونفيجريشن؟ ستارت اب كونفيجريشن يعني عندك في حاجه كانت متسايفه عايزاني اشغلها لك دلوقتي وانا بشتغل. لو في اوكي, مفيش انا مضطر اشغل الجهاز كانه مفيش عليه اي حاجه. فهنا الاكتف كونفيجريشن ديت بنقولها هي الكونفيجريشن اللي كانت موجوده متسايفه اوريدي وحاليا اشتغلت مع عمليه البوت والجهاز شغال, يعني دي الحاجات المتسايفه عندي. كويس. الكانديديت كونفيجريشن, كانديديت الترجمه بتاعتها يعني مرشح, احنا ممكن نقول عليها هي الرننج كونفيجريشن بالنسبه للناس بتوع سيسكو. يعني دي كونفيجريشن انا اوريدي شغال عليها حاليا, بس حتى الان انا ما قلتلهاش اتسيفي, ما قلتلهاش خليكي اكتف. يعني طول ما انا شغال عليها حاليا فهي تعتبر كانديديت مرشحه. ممكن عادي افضل اعمل كونفيجريشن وفي الاخر ما اقولوش كوميت, ما اقولوش سيف. ممكن اعمل كونفيجريشن وفي الاخر اقول له سيفها لي. جميل. فقال لك ديت بيكمز اكتف كونفيجريشن ابون كوميت. انت سين انت بتقول له سيف, قال لك خلاص دي بقت الاكتف كونفيجريشن. جميل. فكل فتره كده او كل ما انت شغال اللي انت بشغله عايز سيفه, انت حاليا كانديديت عايز تخليه اكتف قول له كوميت. كويس. هنا بقى خاصيه في منتهى الروعه بصراحه في جونيبر. قال لك انت حاليا في عندك مش جاست ملف واحد بس اكتف كونفيجريشن. يعني انت حاليا سي انت بتشغل الجهاز, قال لك هنا في خاصيه في جونيبر اللي هو بيسيف لك 50 نسخه او اخر 50 اكتف كونفيجريشن انت كنت مسيفه, او اخر 50 ستارت اب كونفيجريشن بالنسبه مثلا لسيسكو. اوضحها لك. قال لك انت هنا حاليا كاندريت كونفيجريشن, انت حاليا شغال على الاحتمالات او على الكونفيجريشن اللي انت مرشح ان انت تسيفها. زي ان انت قلت له كوميت, كوميت ريت اللي هي زي قلت له سيف كده, او ال دبليو ار او الرايت, او قلت له كوبي فروم كذا لكذا. قال لك جاست ان انت عملت كوميت بقت اكتف كونفيجريشن. كويس. عشان تعمل اي تغييرات تانية اعمل كلمه كونفيجر. كونفيجر انا دلوقتي بخليك تبتدي تعمل ملفات تانية جديد. يعني انت خلاص كنت هنا سيفت ان انت عملت له خلاص اوكي, اللي هنا ده موجود برضك. لو انت بتعمل كونفيجر بقى عشان تبتدي تعمل عليه تغييرات تانية, وكل ما تعمل تغييرات اعمل كوميت, كل ما تعمل تغييرات اعمل كوميت. طب ايه الرول باك اللي تحت ديت؟ قال لك سي مثلا ان انت حاليا بعد ما سيفت الاعدادات بتاعتك بقت اكتف كونفيجريشن بتاخد على طول رقم, الرقم ده من 0 لحد 49, واحدث ملف انت سيفته بياخد الرقم 0. الملف اللي كان متسيف قبليه كان رقم 1, الملف اللي كان قبليه كان رقم 2, وهكذا لحد رقم 49 اللي هو من اول 0 لحد 49, يبقى 50 ملف. ابسطها لك سي دلوقتي ان انت النهارده عملت تغييرات على الجهاز, قلت له انت اسمك هيكون جونيبر, وعملت تغييراتك وعملت كل حاجه وخلاص وقلت له كوميت سيفتها, فاعدادات بتاعتك دي اتغيرت بقت رقم 0. جميل. جيت بكره اللي هو تاني يوم فضلت تعمل تغييرات في الراوتر بتاعك, بس في اوامر انت عملتها غلط, او انت عايز تعمل ريسيت, او انت عايز ترجع الراوتر على ما كان عليه. فهناك في سيسكو كنت بقول لك يا عم صفر الراوتر او امسح الستارت اب كونفيجريشن وابتدي ابني من اول وجديد. هنا لا, قال لك طب ليه تعمل ده؟ طب ما انت عندك النسخه بتاعت امبارح كانت شغاله ستيبل وكانت شغاله كويس جدا, طب ما تروح تناديها
عن طريق امر رول باك. كل ما اللي انا عايزه بس اعرف انا عايز اعمل رول باك لانهي نسخه، بتاعت امبارح اللي هي رقمها صفر، ولا بتاعت اللي قبليها اللي رقمها واحد ولا اتنين ولا ثلاثة ولا أربعة. عشان كده ده حل كويس جدا للشركات. قال لك انا كل فتره كل فتره يعني بحب اعمل باك اب للاعدادات بتاعتي، فبقول لك انا باخد نسخ من المسافه دي بعينها عندي، بحيث بيكون في عندي حاجه اسمها مايلستون بوينت، او عندي نقطه كده اللي هي خلاص الدنيا قفلت بالنسبه لي، او الاجهزه حصل فيها اي ايرور او اي حاجه، فعلى طول بقول لك رجع الاجهزه بتاعتي لنقطه قديمه. زي بالظبط الاوبشن بتاع او الخاصيه بتاعت ريستور بوينت اللي موجود عندك في ويندوز. انت بتسطب برنامج دلوقتي وحصل مشاكل عندك، فانت بترجع الويندوز بتاعك لنقطه سابقه او ريستور بوينت لنقطه قبل كده، اللي هو السيستم ترجعه على مكان عليه، لان اللي حصل ده حاجه وحشه. فطبعا دي نقطه في منتهى الجمال، عن طريق الرول باك بتبتدي ترجع النظام بتاعك لنقطه سابقه قبل كده. جميل. قبل ما نبتدي ندخل في الكونفيجريشن مود، في هنا عندك امر اسمه كونفيجر اكسكلوزيف كونفيجر نفسه. خلينا اجرب الرول باك دي نفسها. يعني مثلا سي ان انا جيت هنا، لو جيت قلت له شو سيستم كوميت، او كوميت شو سيستم كوميت، ما جابليش حاجه، لا خليني اقول له بره اكزت شو سيستم، لا لا انا بعمل ايه، خلينا نطلع تاني كونفيجر كونفيجر كونفيجر، بقول له رول باك، كلمه رول باك شايفين، قلت له رول باك. انا طبعا بما اني كنت شغال على الراوتر على طول، اول ما قلت له كلمه رول باك ولا استفهام، قال لي دلوقتي انت عايز ترجع لانه صفر اللي انت لسه مسايبها النهارده طبعا 2/4/2012. جميل. بقول 2/4/2012 كنت عملت الساعه 3:09 دقايق، كنت انت عملت تغييرات وسيفتها، اول ما عملت كوميت انا سيفتها لك برقم صفر، وكان قبلها برضك الساعة 3:02 عملت واحد، بقت واحد الساعة 2:49 الساعة كذا الساعة كذا. يعني تقدر تقول كده كل كوميتاية او كل ما عمل كوميت بيترمى ليها ملف في الرول باك، بيترمى ليها ملف متخزن عندي. طبعا انت نزلت تحت خالص، بيقولك تحت خالص لحد 49 ده مثلا كان حاجة كنت عاملها يوم 28/1/2012 اللي هو ادى اول ملف سيفته، طبعا بعد ما كنت نزلت النسخة تقريبا يعني. كويس. من ضمن الحاجات اللي بتتدرج بيقول لك مين اللي عمل، يعني بيجيب لك دلوقتي التاريخ بالتوقيت بنظام التوقيت نفسه، وبعد كده بيقول لك مين اللي عمل كوميت، يعني سواء روت او سواء يوزر معين، سواء يوزر مثلا اسمه محمد سلطان، وبعد كده عملها فيا ايه، عملها عن طريق الكونسول لاين، ولا عملها عن طريق الويب انترفيس، ولا عن طريق السيريال، ولا عن طريق التيل نت، ولا ايه. جميل جدا صح. ماشي، خلينا نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا. قال لك فينا عندي امر لما تعمل كونفيجر بيكون في عندك اوبشنين ممكن تعملهم على الكونفيجر. عندك حاجه اسمها كونفيجر اكسكلوزيف، او في السلايدز بعدها على طول هيقول لك في حاجه اسمها كونفيجر برايفت. جميل. الفرق بين الاثنين، كونفيجر اكسكلوزيف دي بتخليني ادخل اول واحد عندي على السيستم، بمعنى سي دلوقتي ان في اكتر من واحد، انا كريت اكتر من يوزر واديتهم كلهم صلاحيات ان هم يدخلوا على الجهاز عن طريق التلنت، في اكتر من واحد دخلوا على الجهاز في نفس الوقت، فبدل ما كلهم يلعبوا في نفس الوقت واحد بيغير اسم جهاز يخليه احمد، التاني بيخليه جونبر، التالت بيخليه محمد، التالت بيخليه كذا، فبدل ما كل شويه ده يكمت وده يكمت وده يكمت وانا اعمل حاجه هو يلغيها، فقلت لك انا بدي هنا بقول له كونفيجر اكسكلوزيف، معناها ان اي حد او اول واحد بس، ده طبعا بيتطبق بره كونفيجر، خليك نعمل علامه استفهام، بقول لي اكسكلوزيف اوبتين اكسكلوزيف لوك other users can't make changes. دي معناها باختصار ان انا اول ما بقول له exclusive يعني انا بس اللي دخلت اهوت، قال لك warning uncommit change will be discarded on exit. انت ساكم الرساله ديت معناها ان انا دلوقتي بما اني دخلت عن طريق الامر ده configure exclusive، يعني انا بس اللي اقدر اعمل commit، انا بس اللي اقدر اغير في الاعدادات اللي متسيفه، اي يوزر تاني هيخش ورايا هيخش هتلاقيني جوه اكن بالظبط جوه الاوضه، فمش هيرضى يدخل او هيدخل يبص بس ايه اللي جواها، مش هيعرف يكلم الناس اللي قاعد معاهم. فهي دي بالظبط كونفيجر اكسكلوزيف. اكسكلوزيف اللي هي حصريا اول واحد يخش خلاص يا جماعه، هو ده المدير، هو ده اللي هيعرف يعمل كونفيجريشن ويعمل تغيير. جاست ان هو طلع اي حد او اول واحد هيجي بعديه هو ده الاكسكلوزيف، يبقى هو ده برضك يا جماعه اللي هيعرف يعمل الكلام ده. طيب كان في عندك امر تاني اسمه كونفيجر برايفت. كونفيجر برايفت، خلينا كده علامه استفهام عشان اعرف برايفت.
بيقول لي work in private database other the changes don't change. معناه سنواتي قلت له configure private بيقول لي انت دلوقتي دخلت الاعدادات بتاعتك انت بس اللي هتغيرها. طبعا بما ان دلوقتي انا مثلا سنة كنت داخل بيوزر نيم بتاعي اسمه احمد سلطان, فوانا داخل قلت له configure private يعني الحاجات اللي انا هعملها ديت ملعبش في اي database بتاعت حد تاني, work in private database يعني التغييرات بتاعتي ديت مش هتبان غير لاحمد سلطان فقط, مش هتبان لحد تاني. تمام, اي configuration عملتها انت كاحمد سلطان هتبان لك انت بس, مش هتبان لمحمد او مش هتبان لعمر او مش هتبان لعلي او اي يوزر تاني ليه اكسس على الراوتر, مش هيبان. ليه؟ عشان انت طول الوقت اللي هعمله ده يظهر في الداتابيز بتاعتي فقط, و others the changes don't show. لو انا عملت اي تغييرات واي حد تاني جي يقعد على الجهاز ورايا مش هيشوف التغييرات اللي عملتها. جميل او هنا بيرجع تاني بيقول لك الستيتمنت هيراركي او النظام إيه انت عايز تمشي ازاي. ده اللي انا قلتها, قال لك دلوقتي سين انت دلوقتي فوق ايديت, فانت قلت له ايديت بروتوكولز اوسب اف اريا 51 ستوب, يعني قال لك انت كنت هنا قلت له بروتوكولز اكنك بالظبط كنت هنا وقلت له انقلني هنا, فعشان كده تلاقي فوق المسار او الدايركت بتاعك اتغير كده. عشان كده احنا ممكن نحسب كلمه ايديت ديت كانها بالظبط بقول له كلمه سي دي اللي هي كلمه تشينج دايركتري انا كنت بعملها هنا, لكن بالظبط بقول له سي دي اللي هو بيغير لي المسار change directory. جميل, خلينا ننزل السلايدز اللي بعدها. قال لك انت هنا ممكن وانت واقف فوق خالص ممكن بدل انت واقف في السيستم ممكن تقول له كلمه set. set ريت يعني تنفذ الحاجه وانت واقف فوق خالص. سين انت قلت له edit system ممكن تعمل show. طبعا الحاجات دي هنعرفها بالتفصيل الممل لو احنا جايين. بيرجع تاني بيقول لك وانت دلوقتي لما عملت edit نزلت تحت خالص. جميل, انت دلوقتي بقيت واقف في المسار ده, فوانت واقف في المسار ده ما تعرفش تعمل غير الاوامر اللي في المسار ده بس, اللي هي ما تعرفش تعمل غير الاوامر اللي بدعمها هنا. طب سين اللي انت عايز تطلع فوق خطوه بتعمل كلمه اب, شايفين اول ما انت كنت هنا اهوت, واول ما قلت له كلمه اب يعني طلع لي ليفل اعلى, فقام مطلعك دلوقتي شال كلمه اس تاب دي اس تاب, قام مطلعك فوق بالظبط كاني بقول لك ايه ادت سيستم سيرفيسز. كويس, انا هنا واقف ايديت سيستم سيرفيس, يعني اي لو عملت علامه استفهام الاوامر ديت ما بتنفذش غير جوه السيرفيس بس, اللي هي عايز شو ولا عايز سيف ولا عايز رن ولا كذا. لا فانا دلوقتي عايز اطلع فوق خطوه فبقول له اب اب يعني طلع لي ليفل فوق شال سيرفيس. صح, دلوقتي لو عملت علامه استفهام هتلاقي الاوامر اللي هنا زياده عن الاوامر اللي هنا, عشان دلوقتي انا بقيت بنفذها على السيستم مش كان على السيرفيس نفسها. طب عملت كلمه كمان اب فقام طلع لي ليفل اعلى, دلوقتي لو عملت على استفهام تلاقي اوامر اكتر من اللي كان قبلها واللي قبلها. جميل, طيب سينا دخلت قلت له ايديت سيستم سيرفيس ادخل لي على الخدمات بتاعت الجهاز, وعايز اطلع مره واحده بدل ما كل شويه اب يطلعني خطوه واب يطلعني خطوه, فانا ممكن اقول له على طول كلمه توب توب اللي هو طلعني على قمه الهرم على طول. جميل, او انا ممكن هنا كاختصار بدل ما انت كنت واقف هنا ممكن اقول له اب 2 اب 2 اب وان اللي هي عدد عدد النطاط اللي عايزني اطلع بيها السلم اطلع لفوق. فانا كنت هنا اديت بروتوكولز اوس بي اف اريا كذا قلت له اب 2 فقام شايلني اوس بي اف والاريا كمان فقام طلعني 2 ليفل فوق. طبعا لو عايز اطلع كل مره واحده بقول له كلمه نفس الكلام. انت لو هنا وعايز تطلع بردك ليفل موفينج بتوين ليفلز ممكن وانت واقف هنا وتقول له اكزيت اكزيت هقوم اطلعك على الليفل اللي قبليه وهكذا. فانا بديك سامري كده في الاخر, السامري ديت جميله جدا. بيقول لك ايديت معناها فانكشن لايك سي دي كوماند, اب بتطلعك ليفل واحد, اب ان بيطلعك بعدد الليفلز, توب واكزيت. جميل, بيديك الوصف بتاع كل واحده فيهم. طيب هنا بيقول لك اد كونفيجريشن ستيتمنت, سين انت دلوقتي هتبتدي تعمل كونفيجريشن ستيتمنت بقى. وهنا بس في اول شابتر ده بيبتدي يديك اللي هو كشور من كل حاجه كده بيعرفك الدنيا ماشيه ازاي من جوه او ازاي بيعمل لك دعايه او عرض للاوبرنج سيستم. بيقول لك انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. جميل, الشابتر اللي جاي بقى بيبتدي يمسك شابتر شابتر يقول لك الشابتر ده احنا هنعمل اوامر خاصه بكذا, الشابتر ده هنعمل اوامر خاصه بكذا وهكذا. قال لك دلوقتي ممكن تعمل لو انت عايز تفعل خدمه مثلا عندك على الجهاز, خلينا ناخدها كمثال. سيب دلوقتي لو انت عايز تفعل التلنت
فبقول لك انت التلنت موجود جوه فولدر اسمه سيرفيسز، والسيرفيس ده موجود جوه السيستم، فانت قول له ايديت سيستم سيرفيس، وبعد كده بتقول له سيت تلنت، تمام؟ بتقول مثلا سيت اس اس اتش. طب عايز تشوف اللي انت عملته له حصل ولا لا، فبقول له كلمه شو شو، قام قال لك ايه؟ قال لك الاس اس اتش والتلنت هما موجودين متفعلين. طب عايز امسحهم او عايز الغيهم، كل اللي بعمله بقول له ديليت تلنت، وخليني كده اقول له شو تاني، مش فيش غير اس اس اتش. خلينا اطلع اكزت واقول لكم حل تاني انا بعمل، انا طبعا بره خالص كده، ممكن ونقف بره هنا خالص على التوب، بقول له سيت سيستم سيرفيسز تلنت، شايفين؟ وانا واقف من بره، وانا برضك فضلت ايديت اهو، وانا واقف بره قلت له سيت يعني اعمل كذا، وانا واقف بره يعني ما روحتش، وقفت جوه الفولدر وقلت له اعمل ده، لا ده انا واقف بره خالص قلت له سيت. سيت ديت بتفيد لو انا في مكان وبقول له اعمل لي حاجه، بس ساعتها لازم اكتب لك المسار ككل. خليني كده ادخل اقول له شو سيستم سيرفيسز، قال لي ايه؟ اس اس اتش اس اس اتش والتلنت. طب عايز امسحه بقول له ديليت سيستم سيرفيسز تلنت اهو. خليني كده اقول له تاني شو، قال لي التلنت اتمسح. خليني كده امسح الاس اس اتش، بقول له اس اس اتش اهو، لا قلت له شو اهو، مش فيش حاجه خالص مثلا. كويس لسه 33 قلتها خلاص. هنا بيبتدي يديك يقول لك لو انت ذكرى زي تيست كده ليك، يقول لك الكويزيس وحلها عشان نعرف بس انت فيها ولا. هنا كمان في حاجات جميله، بقول لك انت ممكن لو انت سين انت بتعمل عملت سينتك كانترفيس اديت له اي بي، والاي بي ده انت مش عايز تديله الانترفيس ده، فبدل ما تمسحه من هنا وتروح تعمله على واحد تاني، انت ممكن قدامك كذا اوبشن، ممكن تقول كلمه رينيم، رينيم اللي هو غير لي اسم الانترفيس ده خليه لي اسم كذا، يعني هو كان هنا 10 خليته لي 11. انت عندك هنا الاوبريك سيستم مرن او فليكسبل، او بقول له ريبليس، بقول له اعمل لي غير لي ده بده، او بقول له كوبي انترفيسز، بقول له خد لي البيانات او الاي بي اللي موجود على الانترفيس ده حطه لي هنا اللي هو هنا على 10 حطه لي على 11. طبعا دي بتوفر وقت كتير جدا. هنا نفس الكلام، سين انت في عندك انترفيس مش عايزه يبان دلوقتي، مش عايزه يشتغل، فبدل ما تقول له ديسيبل، فانت هنا بتقول له كلمه دي اكتف. دي اكتف ديت يعني يا انترفيس ما تبانش دلوقتي، لما اجي اعمل كونفيجريشن انا مش عايزك تظهر، ولا عايز حد يعطيك اي بي، ما يكونش ليك يعني اي دور في الشغل. جميل. ممكن تعمل انزيرت، ممكن تعمل حاجات تانية هتبان اكتر قدام 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 قدام. سين انت هنا قال لك دلوقتي في عندك امر اللي هو شو سيستم سيرفيس، سيستم سيرفيس بيطلع لك طبعا الخدمات اللي انا كنت عملتها من شويه، قال لك انا في الاس اس اتش متفعل، وعندي الويب مانجمنت متفعل اللي هو الاتش تي بي، والاتش تي بي جواه بورت 8080. قال لك دلوقتي ممكن اقول له ايديت سيستم سيرفيس، فقال دلوقتي المسار بقى كده، وكل حاملنا هقول له شو بس، فقال لك يعني ديت هي دي بالظبط بتساوي. قال لك دايما افتكر تعمل كوميت تو اكتف كونفيجريشن تشينجز، يعني كل ما تعمل اي تغيير اعمل كوميت، ودي هوريها لكم في الاخر خالص مع مثال. جميل. وفينا امر تاني بقول له كوميت تشيك، اتاكد كده ان الكوميت بتاعي اتنفذ ولا لا. هنا من ضمن الخواص الجميله اللي موجوده هنا في جونيبر، قال لك انت ممكن تقول له كوميت ات، يعني عايزك تنفذ الامر ده، او عايزك تسيف لي الداتا بتاعتي الساعه 21، يعني مثلا الساعه 9. سيب دلوقتي ان انا المدير بتاعي طلبني قال لي انت في شغل تاني بره، وسيب اللي في ايدك وتعالى. في نفس الوقت انا في شغل عايز اعمله، او في نفس الوقت مفروض الساعه 9 يكون الشغل ده مرفوع عندك على الراوتر. وطبعا انت هنا عندك في جونيبر انت بتكتب الامور كلها حته واحده، كله كله كله، ومتخزن هو الوقت حتى الان كانديديت كونفيجريشن. جاست ان انت بتقول له كوميت بيقوم منفذه كله مره واحده، كانك بالظبط بتكتب كود برمجه، كتبت الكود كله وبعد كده تنفذه ضغطت زرار رن، فزرار رن شغل برنامج اسمه الكومبايلر. برنامج الكومبايلر هو اللي بدا يعمل رن البرنامج، ولو في اي ايرورز طلعها لك. فانا بنفذ الكود حته واحده. فهي نفس الكلام، انا قاعد من الصبح على الجهاز بتاعي قاعد بعمل عليه كونفيجريشن في كونفيجريشن في كونفيجريشن، ما عملتش اي كوميت. وفي الاخر خالص انا قلت له يا راوتر ما تنفذش الحاجات دي، ما تخليهاش تاخد افكت على الجهاز غير الساعه 9. ده طبعا على عكس سيسكو. في سيسكو انت اي امر بتكتبه او ما بتقول له انتر في ساعتها بياخد افكت او بيتنفذ في ساعتها. سيم مثلا انت قلت له دخلت على انترفيس فاصل 0 على 0 مثلا، قلت له شوت داون، في ساعتها اتقفل مفيش فيها تفاهم، قلت له نو شوت داون قام طلع تاني. جميل.
انما هنا انت بتعمل كله 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 ما بياخدش اي تاثير غير لما بقول له كوميت، ودي هوريها لكم بمثال في الاخر. جميل. هنا بيرجع تاني يوريك البايب، بيقول لك في عندك شو وكمبير او عايز تعمل البايب تستخدم معاها ايه. هنا الرول باك اهو بيتكلم عنها تاني، هدي انا كنت قلتها طبعا. قال لك كل واحد هنا موجود، هنا مثلا بنت اكتر بيقول لك التاريخ كذا، اليو تي سي طبعا اختصار يا اما الوقت جرينتش يا اما اي حاجه تانية. بيقول لي باي مين، مين اليوزر اللي عملها، عن طريق السي لاي. في هنا واحد تاني يوزر اسمه لاب وهكذا. ها بيرجع تاني هنا يعيد ال الرول باك. انا بقول لك انت عندك هنا السيف كونفيجريشن فايل، ممكن بعد كده هنبقى نشوفها بعدين انت ازاي تسيف الكونفيجريشن فايل بتاعك، تسيفه عندك على الجهاز بتاعك او تسيفه في مسار بعد كده تاخده انت تسيفه كباك اب ليك. ممكن تعمل لود، اللود ديت ممكن تشتغل حاجه كانت موجوده قبل كده، ممكن تعمل فاكتوري ديفولت ترجعه كاعدادات سيستم او اي حاجه انت عايزها. حلو قوي كل شويه صفحه فاضيه ديت. قال لك دلوقتي بما انك انت في مود اعلى من المود اللي انت فيه، فانت ممكن تستخدم الرام تو اكسكيوت اوبريشنال مود سي ال اي كوماند، يعني الكوماندات بتاعت السي ال اي ممكن ننفذها في المود الاعلى عن طريق امر رام. في الاخر خالص بيقول لك احنا عملنا كذا وكذا، اتكلمنا على جون او اس واتكلمنا على الانترفيس بتاعته واتكلمنا على الكوماند لاين انترفيس وشويه حاجات بسيطه جدا يا ريت تكون عارف. كويس. في الاخر خالص بديك شويه كويستشنز ليك المفروض تكون كمراجعه ليك يعني. طيب خلينا دلوقتي اقفل السلايد سيف خلاص سيدي اوكي. خلينا بس نعمل اي امر كده على الراوتر او اي تغيير فعلي. فسي مثلا على قدنا النهارده خلينا نغير اسم الراوتر، فانا اشار اسم الراوتر قدامي اكتر من اوبشن، يا اما بقول له ايديت سيستم هوست نيم. انا دلوقتي واقف في انهي مسار الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ست سيستم هوست ست سيستم هوست نيم. يا اما خلينا يا اما بقول له ست سيستم هوست نيم وبعد كده بدي له الاسم اللي عايزه هوست نيم فور ذيس راوتر، سميه مثلا سيسكاوي انتر. طبعا هنا هتلاقوا الراوتر زي ما هو لسه اسمه جون او اس. ايه الحكايه؟ كل ده عشان حتى الان انا قاعد بكتب في الكونفجريشن، بكتب 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 بس لسه ما قلتلوش كوميت. شوفوا لو قلت له كوميت هيتنفذ. طب خلينا ناخد الطريقه الثانيه اللي انا اغير الاسم، اغيره ازاي؟ ان انا بقول له ايديت سيستم، بخش جوه الفولدر بتاع السيستم، بعد كده بقول له سيت هوست نيم واسميه سيسكو. جميل. امتى هيبتدي يتغير؟ اول ما بقول له كوميت. شايفين؟ قال لي ايه؟ كان اونلي كوميت فروم توب اوف برايفت كونفجريشن. ده طبعا انا دلوقتي داخل بصلاحيات الروت، فهو دلوقتي قال لي انت كنت داخل وانت داخل في الاول قلت له كونفجر برايفت. طب خلينا نطلع بره خالص. اكزيت اكزيت. خليني وانا داخل اقول له كونفجر، مش كونفجر برايفت ولا حاجه. خليني اقول له كوميت. خلاص خلينا نعيد تاني الامر عشان المفروض دي كان تغيير. فبقول له سيت سيستم هوست نيم سيسكاوي. جميل. كوميت. كويس قوي. قال على طول ادي الجهاز بتاعك بقى اسمه سيسكاوي. طب خلينا برضك نجرب الرول باك. لو قلت له رول باك علامة استفهام. طبعا دلوقتي قال لي انت اخر حاجه دلوقتي اللي انت زيفتها دلوقتي اللي هي بتاريخ 2/4/2012 السيفت الساعه 9:59 اللي هي ده التوقيت فعلا عندي حاليا باي كذا. اخر حاجه كانت عندك موجوده قبلها طبعا اللي هي 2/4/2/4 او 2 اللي هي خلينا نرجع مثلا على مود قبليه. خلينا مثلا نجيب الرول باك 2 واشوف هيرجع اسم الراوتر ايه. بقول له رول باك 2 طبعا ما عملش حاجه، قال لي لود كومبليت. طب لو قلت له كوميت سيف اما رجع لي الجهاز الثاني لجون او اس، يعني رجع لي النسخه السابقه للنظام حسب التاريخ اللي انا كنت عايزه. انا دلوقتي قلت له رجعني للتاريخ اللي هو 2/4 بس كان الساعه ساعتها 3 العصر مش دلوقتي الساعه 10 بالليل. جميل. هنا النظام في منتهى الجمال. كل ما طبعا ما تتدرب اكتر كل ما ايدك هتاخد اكتر على الكونفجريشن. اتمنى تكون استفدتم من السيشن ديت. ان شاء الله اللي جاي كله معتمد على الكلام ده، يعني يعتبر الجزء الصعب خلص. جميل. الجزء الصعب خلص، الجزء اللي باقي كله يا دوب تطبيق بس هيكون ازاي. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.